السلام عليكم حبيبي، عاملين ايه؟ معاكم قناة ايه ومليك برصاد بفيديو جديد. النهاردة هنعمل معاكم اكلة سريعة، طعمها تحفة جدا يا جماعة، مش تاخد معاكم وقت، وجربوها على طريقة ماما وان شاء الله مش هتندموا. يلا بقى نشوف ماما هتعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دلوقتي يا جماعة نعمل المكرونة بالفراخ بالبانيه. حطينا كده شوية زيت ومعنا حتة سمنة أو زبدة أي حاجة، تسيح كده بس معانا، وبعد كده هنزل عليها بالبصل. أنا مقطعة كده بصلية كبيرة، نحطها كده تتحمر في السمنة والزيت، دي أكلة سريعة بقى اللي جاية من الشغل على طول تعملها وفي حلة واحدة، يعني مش هنبهدل أي حلل ولا حاجة. معنا كده فلفل رومي على كده حامي زي ما تحبوا بقى، ممكن تحطوا فلفل ألوان. نقلبهم شوية كده ويكون مقطعين بقى طماطمطايه كده، طماطمايه او اتنين تلاتة كده، ونحطهم فوقيها تقطيع صغيرة كده. نقلب بس كده دول شوية، ننزل الأول بالبانيه قبل الطماطم. أنا جايبة بانيه كده ومقطعة قطع صغيرة، ننزل كده بيه، نقلب فيه شوية كده، وبعد كده نضيف بقى إن شاء الله الطماطم. حسب بقى الكمية اللي انتوا هتعملوها، نحط الطماطم كده ونقلبها برضو معاه شوية. معانا بقى مكرونة، حسب بقى المكرونة اللي انتوا بتحبوها، المكرونة الصغيرة او اللي هي الوسط او الفونية دي، اي مكرونة انتوا بقى بتحبوها. نحط فلفل اسود وشوية ملح، ونقلب المكونات كلها بعضيها كده لحد ما تنشف شوية كده، نحط شوية بابريكا عشان تحمرها شوية، وبعد كده نحط معلقة صلصة. نحط مكعب ماجي كده، ونقلب المكونات كده في بعضيها شوية. المكرونة دي تحفة يا جماعة. ننزل بقى بالمكرونة حسب بقى الكمية اللي هتعملوها، نص كيلو ربع حسب الكمية. حط شوية شطة كده، ونضيف المكرونة، نقلب بقى شوية كده، وبعد كده نحط مية سخنة، محدش يحط مية باردة، لازم مية سخنة عشان المكرونة ما تعجنش. نقلبها بس كده شوية مع بعض، نضيف بقى بقية المكرونة حسب بقى الكمية اللي انتوا هتعملوها. انا عاملة كيلو مكرونة، كده
كده نقلب تقليبة حلوة. نزود كده ميه سخنه، محدش يا جماعه يحط ميه بارده عشان ما تعجنش. نزودها بقى كده ميه سخنه، ندوق ملحه كده، هي عايزة حبة مية كمان وشوية ملح. نقلب تقليبة حلوة كده عشان نشوف المية هنحط تاني ولا ايه. نزود حبة مية كده كمان عشان ما تبقاش ناشفة. اللي عايز يزود صلصة اكتر يزود معلقة كمان عشان تبقى حمرة اكتر، بس هي حلوة كده احنا بنحبها كده. نسيبها بقى على نار عالية لحد ما تتشرب المية، وبعد كده نوطي النار عليها. ما شاء الله عاملة ازاي، اكلة سريعة اللي جاية من الشغل على طول تعملها، سهلة على طول. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو. مع السلامة، مع السلامة، اشوفكم.